اسأل أكثر. مساء الخير مشاهدينا. طوت أنقرة صفحة الانقلاب الفاشل بخطوات متسارعة في الداخل والخارج، ضربت بيد من حديد مدبري الانقلاب وفتحت أبواب الدبلوماسية الموصدة مع موسكو، ثم عمدت إلى الانخراط المباشر بمواجهة عسكرية داخل سوريا تحت عنوان مكافحة الإرهاب. خطوات مكنت أردوغان من تصعيد نبرة خطابه ضد أوروبا التي تأخرت بدعم شرعية النظام الحاكم في تركيا، فيما لا تزال ورقة اللاجئين هي الأقوى بيد أنقرة لتحصيل مكاسب أكبر من القارة العجوز. العلاقات التركية الأوروبية عنوان حلقة اليوم من اسأل أكثر. مرحبا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيفي معنا من اسطنبول الباحث والكاتب السياسي التركي محمد زاهد جل، ومن بيروت عمر معربوني الخبير العسكري. مرحبا بكم. بإمكانكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر @rtarabic، وذلك بالإجابة على سؤال الحلقة: هل تقايض تركيا الاتحاد الأوروبي بإقامة المنطقة العازلة مقابل حل أزمة اللاجئين، نعم أم لا؟ أيضا يمكنكم التصويت عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com للإجابة على السؤال نفسه. البداية من اسطنبول معك سيد جل. موغريني في تركيا في زيارة هي الأولى من هذا المستوى بعد محاولة الانقلاب الفاشل، هل يعني ذلك أننا أمام صفحة جديدة من العلاقات التركية الأوروبية؟ يعني بداية التباين في المواقف كان واضحا في المؤتمر الصحفي. اللاجئين والتحديات الأمنية تبدو نادمة وتريد التقرب من تركيا التي خرجت أقوى مما كانت عليه قبل الانقلاب. مساء الخير لك الأستاذ زاهد جول من اسطنبول وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أنا أوافق التي ذكرتها والتي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. تعلم سيد جول الاتهامات والانتقادات الحادة التي وجهت لتركيا بخصوص هذا الملف. الحديث اليوم عن أن تركيا كانت ولا تزال دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي يطلب منها أن تلتزم بمعايير أعلى، هل هي مستعدة بالفعل للالتزام بهذه المعايير؟ يعني في الإطار العام لا، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتركيا قالتها صراحة أن هل تتجه أوروبا لتكون أكثر مرونة بشأن هذا الملف لتكتسب مكاسب أخرى من تركيا فيما يتعلق بملف اللاجئين؟ لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعني يستطيع أن يقدم تنازلات في المسائل المرتبطة بالقوانين بعد محاولة الانقلاب بين تركيا والاتحاد الأوروبي. لا، ما بنقدر نقول يعني من هي الحلقة الأقوى. الحقيقة يعني تركيا الآن، أنا إذا بدك رأيي، تحتاج يعني بدأ الحديث اليوم عن استهداف دبابة تركية في الشمال السوري، إلى أين يتجه هذا التدخل؟ هل سيؤدي حكما إلى إقامة منطقة عازلة كما كانت ترغب تركيا، أم لا ضمانات دولية حتى اللحظة لتحقيق ذلك؟ من المؤكد أنه لا توجد هناك ضمانات دولية حتى هذه اللحظة قدمت إلى تركيا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة أو العازلة، وتركيا تدرك هذا الأمر دولي لا سيما بمسألة استهداف الأكراد. سيد عمر، هل تمتلك تركيا من الأوراق ما يجعلها قادرة على فرض هذا المطلب القديم الجديد المتعلق بإقامة منطقة عازلة برأيك؟ أنا برأيي في البداية يعني أود أن أجيب على ما تقدم به أو طرحه السيد جو. ليست مطروحة بالنسبة لتركيا. نعم. إذا يعني أنا عم أقول إذا يعني ذهبنا باتجاه شرعنة يعني هذا التدخل، هناك يعني شكل واحد، لأن الحكومة السورية النهاية أن تركيا تريد خلط الأوراق وتريد المقايضة بأكثر من نقطة، ملف اللاجئين بمقابل إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى أوروبا، وبمقابل إقامة منطقة عازلة. هل يمكن أن يجري التفاوض على هذه النقاط سيد جول؟
يعني بشكل عام نعم. إلي السؤال. ويعني اليوم الحديث مع الاتحاد الأوروبي كان واضحا بأن تأسيس المنطقة الآمنة والعازلة سيمنع أو يعني مقايضة كما يراها البعض ونوع من الابتزاز السياسي ملف إنساني كملف اللاجئين بمقابل هذه المطالب السياسية. يعني في النهاية مطلب المنطقة الآمنة أو العازلة ليس المطلب التركي، ليس هو مطلب تركي فحسب، وفي هذا الهدف هل هذا مقبول برأيك سيد عمر؟ ولا ننسى هنا لكي نكون منصفين أن تركيا استقبلت ما يقارب 3 ملايين لاجئ ويحق لها طلب المساعدات بهذا المجال. إذا تكلمنا بهذا المنحى لبنان أيضا يستقبل 3 ملايين نازح سوري. هذه تقول إصرار على مدى 5 سنوات. نعم. إذا نعم. لم يكن هو الغاية النهائية، نعم، ماذا بعد؟ إلف. ماذا تريد تركيا التمسك بهذا المطلب؟ إذا بدنا نقارب هذا الموضوع ست مايس، يعني يجب مقاربته يعني من المسألة الأساسية اللي هي الهدف الرئيسي للحرب. سيد قل ردك على هذه النقطة والخشية من أن الدور التركي حتى عسكريا يريد الذهاب أبعد مما هو عليه الآن، والهدف النهائي هو إسقاط النظام في سوريا. يعني حسب الأهداف المعلنة لعاصفة اللي عفوا درع الفرات واضح للغاية، ولا اعتقد عفوا لا اعتقد من أنقرة اعلن دعمه لعملية درع الفرات. سيد عمر، كيف ترى دور حلف الناتو هنا؟ ولا ننسى التقارب الأخير بين أنقرة وموسكو، كيف ترى هذا الخليط؟ يعني التقارب مع موسكو من جهة، وأيضا ينس ستولتنبرغ يعلن من أنقرة دعمه لدرع الفرات. طبعا أنا ذكرت يعني ما في بداية الحلقة تمني أعيده يعني بشكل واضح بهذا الاتجاه. أيضا مسألة الشرعية، ويعني عندما سارعت موسكو إلى إدانة محاولة الانقلاب الفاشلة هي تدعم الحكومات الشرعية في اليمن، في سوريا، في تركيا، في كل الدول. ألا يبدو هنالك نوع من ازدواجية المعايير عندما تريد تركيا اليوم فرض إسقاط النظام السوري بالقوة، وهي ذاقت لوعة هذا الموضوع واعتبرت أن من حاولوا الانقلاب على النظام التركي هم مندسون وهم يحاولون الخروج على القانون ويستحقون الإعدام؟ يعني من أفشل المحاولة الانقلابية ليس حزب العدالة والتنمية أو رجب طيب أردوغان أو قوات الاختلاف التيارات جرى اعتقال أعداد كبيرة جدا من العسكريين ومن المؤسسات باختلافها بما فيها المؤسسات التعليمية. نعم صحيح، كل من تعاون مع جماعة فتح الله جولان التي قامت بالانقلاب المكونات الأساسية اليوم منها داعش وجبهة النصرة التي تقول تركيا أنها معنية بمحاربتهم، هذه بطبيعة الحال اختطفت الثورة. سيد عمر، ردك على هذه النقاط وحديث موغريني من أنقرة على ضرورة الحل السياسي وأن الخيار العسكري لا يجب أن يكون موجودا، هل يتم الدفع بهذا الاتجاه بالفعل؟ أم يعني لا يزال التعويل على الميدان لكسب المزيد من الأوراق السياسية؟ أنا برأيي المرحلة شديدة التعقيد نشهد أي خطوات على الصعيد السياسي على الأقل من جانب تركيا باتجاه حل حالات الأزمة السورية، أم أن التعويل سيكون على الميدان انطلاقا من هذا التدخل والانخراط التركي المباشر؟ يعني أنا في قناعتي أن تركيا تتمنى أن يكون هناك توصل إلى حل سياسي ستساهم. بإمكان أنقرة ربما تقديم بعض الخطوات، لكن للأسف انتهى وقتنا، لا نستطيع الخوض فيها. أريد أن أذهب إلى نتائج التصويت. مشاهدينا، عبر مشاركاتكم على صفحتنا على تويتر بالإجابة على السؤال هل تقايض تركيا الاتحاد الأوروبي بإقامة المنطقة العازلة مقابل حل أزمة اللاجئين، الغالبية تقول نعم بنسبة 70%. أيضا التصويت متواصل عبر موقعنا على الإنترنت بالإجابة على نفس السؤال arabic.rt.com. بقي أن أشكر ضيفي، كان معي من إسطنبول الباحث والكاتب السياسي التركي محمد زاهد جل، ومن بيروت عمر معربوني الخبير العسكري. قلت لي كافي عسكري لا تريد استراتيجي، لكن شكرا لكما. الحلقة جديدة غدا مشاهدينا من برنامج اسأل أكثر تتابعونها دائما عبر RT. إلى اللقاء.
اسأل أكثر. مساء الخير. بعد مواجهة مع الرئاسة لأسابيع حسم مصير حكومة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في الاتجاه الذي كان متوقعا، حيث قرر البرلمان حجب الثقة عنها لتتحول بموجب ذلك إلى حكومة تصريف أعمال. في حوار اليوم من اسأل أكثر سنبحث في أسباب إقالة الصيد وحكومته وأفق المبادرة الرئاسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسنحاول أن نفهم إن كانت هذه التغييرات كفيلة بحل المشكلات الاقتصادية والسياسية العالقة أم أنها قد تكون بداية لأزمة جديدة في البلاد. أبدأ مع ضيفي بعد هذا التقرير الذي يرصد لنا المشهد السياسي من تونس وزميلتنا مبروكة خضير. حوار الليلة ينضم إلينا من تونس العاصمة كل من عضو البرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية وأيضا القيادي في حزب النهضة رضا السعيدي. مرحبا بكما ضيفي. بماذا فشلت حكومة الصيد برأيك في كسب ثقة الرئاسة أولا والبرلمان ثانيا؟ احنا نعتقد أنه حكومة الحبيب الصيد اللي أمضت عام منحت الثقة للحبيب الصيد في المقام الأول سيد رضا، هل هو تقصير وفشل الحكومة بالفعل من وجهة نظركم أم اعتبارات سياسية بحتة؟ أولا التقييم أداء الحكومة الآن اللي تم حجب الثقة عنها صالح فردية أو حزبية جعلت من الضروري التوجه إلى البرلمان وحديثها اليوم عن خلافات مع حزب نداء تونس. هو احنا في الحقيقة حتى التقييم داخل مجلس نواب الشعب يتصرف انطلاقا من مصالح ضيقة وهنالك حسابات شخصية وسياسية معينة أدت لحجب الثقة عن الصيد بغض النظر عن أداء حكومته. كان هناك في المرحلة السابقة حوار صريح مع السيد رئيس الحكومة بين الأحزاب المكونة للحكومة، وهو في رأينا الحكومة كي تكون لها قدرة على اتخاذ إجراءات جريئة سواء في معالجة القضايا. المخرج هو بحكومة سياسية، وإلى أي مدى يتوافق ذلك مع المقترح المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال وثيقة قرطاج؟ هو الفشل مثل ما يحاول جماعة الائتلاف عمار عليها خلافات جذرية بين الرباعي الحاكم والائتلاف الحاكم، يتحدث عن فشل جماعي لا يمكن تحميل الصيد وحكومته فقط نتيجة هذا الفشل، وبالتالي فإن وثيقة قرطاج والمبادرة الرئاسية هي إعادة تشكيل لحكومة مشابهة لكن بأسماء مختلفة فقط. لا، ليس فقط الأسماء ستكون مختلفة، من البرلمان الكتلة الأكبر. نعم، نحن الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكن مشاركتنا في الحكومة مشاركة رمزية. احنا عدنا وزير يمثلنا في الحكومة. برأيك سيد عمار بنود وثيقة قرطاج هل هي واقعية وكفيلة بالفعل بإخراج تونس من أزمتها؟ طبعا هي تتضمن ثلاث مراحل أساسية: تشكيل حكومة وحدة وطنية، من ثم الهيكلة، ثم تطبيق برامج هذه الحكومة. بالنسبة لوثيقة قرطاج المضمون المتعلق بالبرنامج، نحن بالفعل أمام مبادرة رئاسية لتشكيل حكومة جديدة بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، يفترض أن تعطى لها فرصة. ما هي أبرز المآخذ؟ ما هي أبرز العقبات؟ ما الذي يخيفكم؟ لا، احنا تحت حركتي النهضة ونداء تونس فقط. لا، بالتأكيد الحكومة المقبلة ستكون مفتوحة لكل الأطراف السياسية المتفقة حول الحكومة. الخيار في هذه الحكومة بين نداء تونس والنهضة؟ أنا سبق وأشرت أنه اتفقوا على إخراج حبيب الصيد بطريقة فيها أزمة أخلاقية، أزمة قيمية. من وضعوه هناك أخرجوه بطريقة فيها الكثير. اختيار خليفة للصيد سيكون مهمة صعبة للغاية بسبب الخلافات في داخل الائتلاف الحاكم. لا نتحدث عن اختلافات في داخل الائتلاف الحاكم بقدر ما نتحدث عن
اختلافات في وجهات النظر، في حاجة إلى التوافق. إذن تتوقع أن هذا التغيير ربما يكون كفيلا بإيصال البلاد بالفعل إلى بر الأمان؟ بثلاثين ثانية سيد عمار، ماذا بعد حجب الثقة عن حكومة الصيد؟ هل ستدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة برأيك، أم أننا أمام تغيير حقيقي هذه المرة؟ احنا نعتقد انه رئيس الجمهوريه وهو وفق الدستور سيعين شخصيه وستقع محاصصات سيغلق. سيد عمار، ماذا بعد حجب الثقه عن حكومه الصيد؟ هل ستدخل البلاد في ازمه سياسيه جديده برايك، ام اننا امام تغيير حقيقي هذه المره؟ احنا نعتقد انه رئيس الجمهوريه وهو وفق الدستور سيعين شخصيه وستقع محاصصات سيغضب البعض من الجماعة. أن أطلعكما وأطلع السادة المشاهدين على نتائج التصويت عبر صفحتنا على تويتر. السيد رضا السعيدي حصل على 54% من مشاركاتكم مشاهدينا، والسيد عمار العمروسية حصل على 46% من مشاركاتكم. أيضا التصويت متواصل عبر موقعنا على الإنترنت بالإجابة على السؤال التالي: هل سيدخل حجب الثقة عن حكومة الصيد تونس في أزمة سياسية أخرى؟ نعم أم لا؟ إذن في الختام أشكر ضيفي من تونس العاصمة، كلهم من عضو البرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية، والسيد رضا سعيدي القيادي في حزب النهضة، والشكر الكبير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.